حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي حفلة تدشين كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية للمؤلف الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس مجلس أمناء مراكز الفكر والثقافة العربية مساء أمس في نادي الخريجين بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين. وبدأ حفل التدشين بعرض فيلم عن الكتاب يبرز سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونشأته ومسيرته التعليمية وعمله في القوات المسلحة الإماراتية ودوره في تطويرها، إضافة للجوانب الإنسانية لسموه. سجل التاريخ رجالا عاهدوا فأوفوا، جعلوا الوطن للسلام والأخوة مركزا، وأكمل المسيرة من اتخذهم منهجا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية، كتاب جديد للأستاذ الدكتور جمال سند السويدي. يستعرض الكتاب مراحل مسيرة صاحب السمو منذ النشأة حتى توليه رئاسة الدولة، إذ اتخذ من مدرسة زايد الثرية منهجا لتحقيق الطفرة الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. يملك صاحب السمو نظرة ثاقبة نحو المستقبل، مكنته من النهوض بالدولة وقيادتها نحو الريادة بفكر استراتيجي. وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الديوان الملكي عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة تحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما. وأشاد معاليه بهذا الإصدار القيم والمتميز والذي يتناول المحطات الرئيسية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإنجازاته المتعددة في كل المجالات ودور سموه الريادي والكبير في مسيرة التنمية الحضرية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من ريادة وتطور وتنمية ومواقف سموه الإنسانية والخيرية ومد يد العون للجميع ومبادراته التي تدعو للتقارب بين أصحاب الديانات والحضارات والثقافات ونشر قيم الخير والسلام والتعايش والتسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية بين الأمم والشعوب، وبما يحظى به سموه من تقدير واحترام عالمي كبير. وعرب معاليه عن تقديره للجهد المثمر الذي بذله الدكتور جمال السويدي في تأليف وإعداد هذا الكتاب المتميز وإنجازه والذي سيشكل مرجعا هاما للباحثين والمفكرين وإضافة نوعية وقيمة للمكتبات الوطنية والعربية، منوها بعطائه وساماته في مختلف المجالات العلمية والفكرية والبحثية وبالدور المهم الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وخلال الحفل قدم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام قراءة في كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية. وفي ختام الحفل قام نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور جمال السويدي بالتوقيع على النسخة الأولى من الكتاب وإهدائها لمعالي وزير الديوان الملكي راعي الحفل. من جانبه أعرب الدكتور جمال السويدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الديوان الملكي على رعايته الكريمة لحفل تدشين الكتاب والذي يأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
جمع غفير من كبار الشخصيات والمسؤولين ولفيف من النخب الفكرية والثقافية المميزة، حضروا جميعهم لتدشين كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية، وذلك برعاية كريمة من صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، عكست الاهتمام والحرص الكبيرين في مسيرة مباركة ومؤثرة حازت على احترام وتقدير عالمي كبير. والله شرف عظيم أن نحضر هذا الحفل الطيب اللي برعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي لكتاب عن شخصية الشيخ محمد بن زايد، وبيد الدكتور جمال السويدي الأخ العزيز وأستاذنا. لا شك أن هذا الكتاب أتطلع إلى قراءته، وهذا الحدث مهم، وكثرة الحضور من أهل البحرين والله أسعدني. أهل البحرين يحبون الأدب ويحبون القراءة، وأيضا بدون شك يحبون الشيخ محمد بن زايد. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية هو الكتاب الذي يعد إضاءة للأجيال القادمة، وهو الكتاب الذي يصفه الدكتور جمال السويدي بأنه الأهم في حياته وفي الأدبيات الإنسانية، وهو لا شك كذلك، لأنه كتاب يوثق سيرة حياة حافلة نستلهم منها الدروس. الدكتور جمال سند السويدي المفكر والكاتب والخبير الاستراتيجي الإماراتي ألف هذا الكتاب مستندا إلى الكم المعرفي والرصد والبحث المعمق للوقوف على المحطات المضيئة في مسيرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتوثيقها بكل إجلال وتقدير واعتزاز لتبقى خالدة لأجيال قادمة تعرف العالم بعزيمة قائد دولة الإمارات ومكانته ومواقفه الخالدة. شخصية عظيمة، قائد حقيقة، يعني نفتخر ونعتز بشخصية سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله. هذا الإنسان اللي محبته في الإمارات وفي دول الخليج وفي الوطن العربي محبة رجل العطاء، رجل الإنسانية، الرجل صاحب المواقف العظيمة. سمو الشيخ محمد بن زايد امتدت الأيادي البيضاء إلى العالم كله، أذهل العالم كله بما يتمتع به من شخصية ومن قرارات، ساند الدول الفقيرة في الصحة في التعليم. هذا الإنسان الحقيقة نعتز ونفتخر كلنا بقادتنا من أصحاب الجلالة وأصحاب السمو. الحدث هذا الكبير صار في قاعة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في نادي الخريجين. طبعا هذه وسام فخر على نادي الخريجين وأعضائه، وهذا حدث كبير من أكبر الفعاليات اللي قام بها نادي الخريجين، هي تدشين كتاب بهذا الحجم وبهذه الشخصية الكبيرة. حفاوة وحظوة كبيرة شهدتها قاعة الشيخ عيسى بن سلمان الثقافية بنادي الخريجين في هذا الحفل الكبير، عكست حجم الحراك الثقافي والأدبي والفكري في مملكة البحرين والرعاية والاهتمام المتواصلين من قبل كبار المسؤولين، وبينت مدى الاهتمام بموضوع كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم من أعلام القيادة والسياسة والتاريخ، رجل خط بمواقفه النبيلة مسيرة نيرة مباركة أساسها إرث والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.